دمر أنتان أعنف إعصار يضرب بنغلاديش وشرق الهند منذ أكثر من عقدين منازل وجرف سيارات وتسبب بفيضانات وبمقتل أكثر من 12 شخصاً. وبدأت السلطات تفقد الأضرار الخميس بعد أن أمضى ملايين ليلتهم في ملاجئ مع مرور الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة، اقتلعت أشجاراً وأعمدة كهرباء وجدراناً وأسطح، وغمرت المياه الشوارع في عاصمة البنغال الغربية كالكتا وغطت السيارات المركونة، وغرقت معظم أحياء المدينة التي تضم 15 مليون نسمة في الظلام بعد حدوث انفجار في محطة التحويل. وقال مسؤولون إن ملايين عبر الهند وبنغلاديش كانوا محرومين من الكهرباء. وأمبان هو أقوى إعصار يتشكل فوق خليج البنغال منذ 1999، وغالبا ما تضرب الأعاصير سواحل بنغلاديش وشرق الهند، وقد تسببت بمصرع الآلاف في العقود الماضية.